رؤيا بودكاست تقدم المدينة بودكاست. يمكنكم الاستماع لبرامج رؤيا بودكاست عبر جميع المنصات السمعية. رؤيا بودكاست. تعرف معلومة غريبة؟ تعرف انه نعمان بيفتح يا سمسن كان جمل مش دب؟ هذيك الأيام كانت أخف أبسط. أبي تعرف كان أحد أصدقائي يعرض إنه كان يتسحسل بمقدمة افتح يا سمسن مع الأطفال. إنه حتى أنا شككت بقصته وقعدت أعيدها على اليوتيوب أشوف إذا هو شخصي. هو وين كان يتصور؟ بالسعودية كان. ما بعرف الكويت يمكن. الكويت. كويت كويت. كويت في ذلك الوقت عن جد قدمت أشياء. زي باي باي لندن المسرحية طبعا إزمة ثورة. هاي من المسرحيات انا بسميها اندر ريتد صراحه، كثير اندر ريتد جد كثير. يعني هاي من المسرحيات اللي جد ما انشهرت، بس هي كانت مش معقول. اسمع، مواجهه مع المجتمع، مش ما ما يعني مش زي النعامه مخبين راسهم، لا احنا هيك لما نطلع برا احنا هيك نتصرف. زمان كانوا اجرى اجرى نعم. اجرى بكثير أجرأ. يعني وشايف انت يعني هي المسرحيه كلها انبنت على العرب اللي عايشين بلندن. صحيح. يعني صحيح. انت فاهم قد ايه كان في عرب عايشين في لندن فعملوا لهم مسرحيه. كثير مسرحيات كمان كانت عظيمه كثير بهذاك الوقت، ما راح نرجع نشوف هيك شيء. انا لما كنت اروح على بيت جدي كان محطوط بالشريط فيديو بس مسرحية واحدة، سك على بناتك. الله، فؤاد المهندس. فؤاد المهندس كأنه عايش معنا في البيت. أوف. راحين جايين، حتى الأفيهات بيننا نحن كعيلة أفيهات فؤاد المهندس تكون. أجمل حاجة في الدنيا إن الإنسان يحب، واللي أجمل منه إنه يحب ويتحب. عيني فورا اصطادتها، بومبوناية ملبساية بسكوتاية حلوة من كل الزوايا، من هنا حلوة ومن هنا حلوة ومن هنا حلوة ومن هنا حلوة ومن هنا حلوة. قلبي انفتح والبال سرح، جرح الهنا فورا نقح. عايز اغني، عايز اصرخ، نفسي ارقص، نفسي الطم من الفرح. اليوم رح نشوف هيك بالمستقبل، رح نشوف مخرجات مسرحية هيك. ما بتتغير الاشياء. انا اعتقد يعني الان اللي عم بيساوي اشي كلاسيك وحلو احمد، مثلا احمد حلمي افلامه. في افلام افيهات عم تنتشر، يعني الناس تتذكرها يعني. أعتقد. بس بهذاك الوقت كان المسرحيات بشكل عام، يعني انا بتذكر ابوي كان يقول لي مسرحيه مدرسه المشاغبين منعت. اوف. منعت من التلفزيون، كانت كل جمعه تطلع وغيرت غيرت الطلاب. يعني طبعاً. الطلاب صاروا يشاغبوا بالمدرسة، المتمردين صاروا من وراء مدرسة المشاغبين. يعني انت لليوم احنا هذيك اليوم دخلت على البيت فجد لقيت امي اول ما دخلت بتقول لي اسكت احكي لها ايش مالك. اخوي الصغير مواليد 2007 حاطط سماعات في دانه على الايباد بحضر مدرسة المشاغبين وبضحك. يقال انه المسرحية مدرسة المشاغبين احد اسباب انها يعني ضربت، طبعا غير انه في عمالقة تمثيل على المسرح واقفين نجوم اساطير، يعني انه اجت بوقت كان في خسارات العالم العربي، حروب، فاجت زي متنفس انه اكسر كل النمطية، خلص اكسر الرتابة اهرب. فهيزك انها مسرحية هروب من الواقع، من الأحلام اللي تحطمت، فإجت هاي تسخر من كل إشي.
جاوب لسانك، ملوح ورا اخر ولا اجي اطحولك من لغاليغه؟ من لغاليغه هتقطعه له من لغاليغه؟ انت جبت لغاليغه دي من ايه؟ هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ؟ كل واحد يخلي باله من لغاليغه. كيف كان في علاقه رهيبه بين المجتمع اللي عم بمر فيه حاليا وترجمته بالمسرح؟ كيف طبعا كان؟ مش طبعا معقول. طبعا مش معقولين صراحه. طبعا على فكره زي مسرحيه شاهد ما شافش حاجه، تعرف اني انا هاي المسرحيه كثير بعشقها، كثير انا حافظها بعشقها. عمر انا جد حافظها لليوم، يعني يعني بحكي معه. طب بتاخد كم في الشهر؟ 7 جنيه. كم؟ 7 جنيه في الشهر. في الشهر. عندك اولاد؟ عندي 7 في الشهر. 7 اولاد. زلمة انا كنت لفتره كنت مغترب فتره قصيره، يعني حتى يعني مش عارف اذا مصطلح مغترب هو الصح، يعني حسيتك هيك شوي عشت الدور انا انه عندنا بالبلاد هيك أصير هيك خلاص، يعني مش عارف أحكي عربي. قل لي كنت قاعد بأمريكا، فقلت لأهلي إنه عمر بدك إشي، كان في واحد جاي من السفر أو يجيب شنطة إلي، فطلبت شهد ما شافش حاجة لازم أحضرها، اشتقت لها يعني. طلبت فيلم الرسالة أوف، وطلبت مكسرات عشان تحضر. كلهم فيهم عبر طبعا عظيمة، يعني طبعاً. شاهد ما شافش حاجة رسم طبعاً شخصية الإنسان العربي البسيط كتير تماما، واللي بده يبعد عن المشاكل وكيف المشاكل إجت ركبته غصبا عنه طول المسرحية، وكيف عادل إمام يعني حط ستاندردز للكوميديا بشكل مرعب جدا. على فكرة ظلموا الجيل الحالي، أنا بالنسبة لي سعيد صالح وعادل إمام ظلموا الجيل الموجود هلا جد، وهو حمر حكى عادل إمام إنه إحنا ظلمنا الجيل الموجود. من أي ناحية؟ بالستاندردز اللي رفعوها، يعني رفعوا الموضوع، يعني لما يجي يحكي له هي كانت بتشتغل ايه، يقول له رعاشة فراشة مقص مقص يا زلمة مش معقول بالضحك. انت عارف بالطبع الست عنايات كانت بتشتغل ايه؟ الست عنايات. ايوه الست عنايات. يا ابني الست عنايات كانت بتشتغل ايه؟ قول انت بقى. انت من الحكومة وعارف كل انا اللي بسأل. الست عنايات كانت بتشتغل ايه؟ رعاشة. نعم رعاشة. فراشة. سمكري. مقص رقاصة. رقاصة رقاصة يا عم رقاصة. وعرفنا. عايز تضيف حاجة تاني؟ أضيف؟ أيوة أنا أضيف. أيوة ده أنا غلبان. بتعرف أحكي لك معلومة كمان غريبة؟ بقول لك مدرسة المشاغبين بتعرف كم من سنة قعدوا يمثلوها قدام الناس؟ 13 سنة. و 13 سنة أسبوعي. أغلب المسرحيات هيك أبو 10 سنين. نحن مفكرها إنه بس بهذاك اليوم يجوا صوروها وروحوا، عرفت؟ بس هي 13 سنة تنعرض كل أسبوع. لا إشي فخم. تخيل أنت التدريب اللي كان بهذاك الوقت، كيف إنه 13 سنة أنت بتعمل نفس الشغل. صباح الخير. نعم. صباح الخير. ليه؟ لا ابدا ما فيش حاجه. ايش اكثر مشهد بتحبه بمدرسه المشاغبين؟ انا بحب المسرحيات نهايتها مرات لما يكون فيها عبره حلوه. لما يصحوا هم يصحوا انه هاي انه هاي امامهم اخت او ام او انه عم بسخروا منها طول الوقت، يعني فحلوه هاي الدمج ما بين الكوميديا والرساله بيطلع. هذا دليل انه هذا ممثل كوميدي قوي جدا، هو طبعًا. دراما كمان طبعًا. بقلب دراما. ومرة حكاها عادل إمام، إذا أنت حابب تصير ممثل كوميدي ممتاز كون ممثل دراما ممتاز. أنا سعيدة أوي بالكلام اللي بسمعه ده دلوقتي، أنا ما كنتش مصدقة عيني. دلوقتي أنا فخورة بيكو كلكم. في كلمة أخيرة لو سمحتوا اسمعوها مني كلكم، أنا متشكرة لكم كلكم، خليتوني أقضي معاكم في المدرسة دي أجمل أيام حياتي. زي تكون توقف قدام عبد الله غيث، وقت هيك ضرب مثال انك توقف قدام عبد الله غيث اللي هو طبعا الله يرحمه من كبار 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 ممثلي دراما في تاريخ السينما العربيه، يعني
إشي كثير مهم هذا. فأعتقد من المشاهد الأخيرة هي يعني بتشوف أنت يعني ممثل بيطلع من ثوبه الكوميدي بيعطيك رسالة قوية جدا. هي رسالة طبعا يعني هي بكل المسرحيات اللي عملوها كان فيها رسائل يعني حتى العيال كبرت وشاهد ما شافش حاجة والزعيم. بس هي في مشاهد يعني غير المشاهد المعروفة للناس طبعاً اللي أكثر طبعاً تداولا زي ما بيحكوا اللي هي بعد 14 سنة خدمة في ثانوي وميمنون لما طلع كذب. أنا بحب كتير بصراحة بحس بمدرسة المشاغبين سعيد صالح كان أقوى. أقوى كان قوي قوي قوي. أرسي الزناتي الله يلعن أبو مرتع يا أبو لك أبو مرتع. أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز من صوت الطين إيه؟ عايز مني إيه؟ أنا مخصمك يا أنت عايز إيه؟ أنا مش عيلة وياك يا مرسي عشان تخصمني. قوم يا أخويا قوم يا أخويا مش عايز عياط هنا مفيش رجالة بتعيط. تعرف إيه عن المنطق؟ تعرف إيه عن المنطق؟ أنا؟ أيوة أمال أنا؟ أعرف إنه كويس. هو سعيد صالح متمرد حتى خارج أعتقد عنده أعمال فيها تمرد عالي عظيم جدا. غير أنه كان مغني بتاعه كان بغني غني غني أغاني شعبية وفي منها طابع سياسي كمان طبعا. ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاستياق ممنوع من الابتسام ممنوع من. يمكن بحب كثير نهاية شاهد ما فيش حاجة. بحب أنا لما عمر الحريري اللي هو أدى دور المحقق يوجه نصيحة لعادل إمام. أنا سبق قبل كده وقلت لك إن الدنيا دي فيها الخير وفيها الشر. فأنا أعمل إيه؟ أبقى خير الصبح والشرير بعد الظهر يعني ولا أعمل إيه؟ مش معقول طبعا لكن تجربة ومريت بيها وأرجو إنك تكون استفدت منها. دلوقتي إحنا محتاجين لك. محتاجين لنا في ايه؟ ومحتاجين للاسود هي اللي بتعرف تاخد حقها وياكم. احنا محتاجين للانسان. الانسان الانسان الطيب الخير. ارجع تاني زي ما كنت طاهر نقي بسيط. ارجع واسعد الاطفال زي ما كنت بتسعدهم زمان يا سفروت. ما تقوليش سفروت. سفروت انا بحب عادل امام بس أنا بالنسبة إلي سعيد صالح بديش الناس تفهمني غلط بالتعبير بس ابن شارع أكتر يعني فهم الشارع أكتر. بعرفش بحسيته كتير بمسرحية العيال كبرت إنه لا هذا لحاله بيقدر يكسر الدنيا. مين اللي كان معاه؟ أنا كان معايا. يا ابني بقول لك مين اللي كان معاه؟ أنا اللي كان معايا وطلعت الفصل ودرستلي وما فهمتش حاجة برضو فروحت مهزقني فكبرت في دماغي زي واحد زي هزقني كلمة مني على كلمة مني ألم مني على ألمين مني اتلميت على بعضي وجرجرتنا على مكتب النظر ورحت واخدني ده أسبوع رفض على طول أسبوع قاعد أنا عسيرة يعني بدي أفتح موضوع ثاني اللي ضرب في الأردن أغنية ساكن لأنا حداد أغنية أيام الكورال كان بيلعب دور كتير كبير روح الروح هي كان الكورال مهم كتير ليه بطل مهم ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حب ناسي وأهلي بشوفك وين أروح. إحدى الصحف الأسبوعية نزلت إنه لا لست سلطية إشي زي هيك لست سلطية كان يطلع إشاعة في الأردن إنه هي سلطية لا إنه هي من جماعتنا يعني لا بس طلعت نفت حكيت مع حبي واحترامي لجمهوري الأردني بشكل عام لكنني لبناني ولست سلطية من كثر الأغنية خيبت أمال الشعب الأردني كلها فحاولنا إحنا أي شيء ناجح نربطه فينا عشان يعني نكسب اللعبة كمان لي صديق من كثر ما كان مهووس فيها الأغنية هاي عملها تنتو ما ما شرى الألبوم ما شرى كست الألبوم ولا شرى كست كله ساكن لا رايح جاي تطلع معاه بالسيارة مروح انت قاعدين تفض انت وياه تحكوا مع بعض ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح
على الإشارة واقف مروح من الشغل صبح ساكن ساكن يوم الأشرطة الكوكتيل وين كوكتيل فيش أغنية كوكتيل ساكن يعني حتى على الجهتين في مد بخلص بقلب بس يقلب الشريط ساكن يا سلام قولي أحبك كي تزيد وسامتي فبغير حبك لا أكون جميلة. احنا لحقنا بداية الفيديو كليبات بتعرف طبعا ما كان في اشي اسمه فيديو بقول كليب. لك انا ما شفت كاظم انه زي كأنه حلم عم بطلع انا قاعد قولي احب لا 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 تعرف شغلة انا بداية اول ما بلشت اشوف انه اشوف الكليبات وهيك اول اغنية بتذكرها اذا بترجع اليوم مثلا اول كمبيوتر جبته مثلا كان بنتيوم 1 بنتيوم 2 اشوف وين وصلنا هلا بطل في اشي اسمه بنتيوم اصلا وايام السيديات وهيك كانت بس اغنية واحدة لا ليلة لا ليلة تعرفت هذه اللي انخلف كل الوطن العربي انه وحدة بترمي حالها مي جوا الاستوديو كان وشي يقول كمان نانسي لما طلعت اغنيتها طبعا نانسي بحبك سيبك لا يا حبيبي عمر 100% متذكر هو الروح حيفضل حبيبي اللي انا بهواه لا بس احنا انا بحب يعني تعرف الفئه الفتره اللي طلع فيها مثلا كمان نانا طبعا ليلة اليوم كمان نانا جد هي أغنية عظيمة لكل ما مثلا بنكون محل بتشتغل كمان نانا كل حدا بصير محمد هنيدي بمرة واحدة كمان نانا كاتش كادر في القلولو كمان نانا وحبي نادية وحبي لولو ولا يبتع الفل نشوف محمد هنيدي مبدئيا هو عبقري يعني عبقري عبقري كمؤدي ما في بقوة خصوصا لما يعني من كثر ما هو قوي اختاروه ليترجم او دبلج افلام ديزني لما عمل تيمون وبومبا بقول لك انه من كثر ما هو عبقري يعني عارف يا بومبا مش معقول بالتاكيد يعني الكاتب له دور والملحن له دور يعني كثير حلو يعني هلا احنا اليوم عم نشوف مثلا في اغاني كثير حلوه يطبع في الجزء الثاني من بودكاست المدينه كونوا على السمع رؤيا بودكاست